السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حابب أوضح إن قناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب بالنسبة لمنحة النهاردة وفرصة النهاردة، هي فرصة ممتازة جدا وهي عبارة عن فرصة تدريبية. طيب الفرصة دي هتكون فين؟ الفرصة دي هتكون في دولة أمريكا، تمام كده؟ ولمقدم هذه الفرصة هي جامعة اسمها جامعة تويلن، تمام؟ دي الجهة المانحة لهذه الفرصة. طيب خلينا نتعرف بشكل أكتر عن الفرصة دي. الفرصة دي هي عبارة عن فرصة تدريبية لطلاب المدارس الثانوية وطلاب المدارس الإعدادية، تمام كده؟ ما قبل الجامعة. والجامعة دي يعني بتعمل التدريب ده عشان تخلي طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يتعرفوا على يعني الثقافة الأمريكية، وتعرفوا على المجالات اللي بتقدمها الجامعة دي، وياخدوا تدريب في أحد المجالات اللي بتقدمها هذه الجامعة. يعني لو أنت من دلوقتي مثلا كطالب ثانوية عامة أو طالب مرحلة إعدادية مهتم مثلا بمجال علوم فيزياء، علوم كيمياء، مهتم بأي مجال من المجالات اللي بتقدمه الجامعة، فأنت بتقدر تاخد فيه تدريب وتتعرف أكتر عن نظام الجامعة، تمام كده؟ طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية احنا قلنا هي طلاب الثانوية وطلاب الإعدادية. طيب بالنسبة للتمويل المقدم من المنحة دي، خليني أوضح لكم إن الفرصة دي هي عبارة عن فرصة تدريب بالذهاب إلى أمريكا، ولكن هذه السنة في سنة 2021 نظرا للظروف الحالية عملوا التدريب في شكل أونلاين فقط، تمام؟ ولكن بجانب إن التدريب هيكون في شكل أونلاين، ففي مميزات حلوة جدا هيتم إعطائها للطلاب. الطلاب اللي هيتم قبولهم في هذا التدريب، لو انت هتتقبل في هذا التدريب هذه السنة وهتاخد التدريب ده في شكل كورس اونلاين، في السنة القادمة انت متاح لك ايضا انك تذهب مرة اخرى وتحصل على هذا التدريب في شكل عملي، تمام؟ في احد التخصصات اللي بتقدمها الجامعة دي. اضافة لو انت طالب من طلاب الثانوية العامة حاليا في اخر سنة من الثانوية العامة وتقبلت في هذا التدريب، فانت السنة القادمة تمام هتكون تخرجت من الثانوية العامة ومتاح لك انك تاخد منحة في هذه الجامعة. وبالنسبة للمميزات اللي بتقدمها الجامعة دي لو هتسافر ولو هتاخد منحة دراسية لدراسة البكالوريوس بعد الثانوية العامة، فبتقدم مميزات عديدة جدا، تمام؟ أول حاجة بتاخد الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، بتاخد دعم مالي أو راتب شهري، تمام؟ طول مدة الدراسة. كمان بيكون في تذاكر الطيران من بلدك إلى أمريكا مجانا، ومساعدة في التأشيرة، تمام، عشان تحصل على التأشيرة بكل سهولة، وكمان التأمين الصحي، تمام كده. يبقى احنا وضحنا تفاصيل ومميزات المنحة دي. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في هذه الفرصة، عندنا كل التخصصات اللي بتقدمها جامعة تويلن. عندك علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، الإدارة، التسويق، العلوم الصحية، علوم الكمبيوتر. في مقالة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده هتلاقوا فيها شرح تفاصيل المنحة، وبرضو فيها كل التخصصات اللي بتعرضها الجامعة دي، تمام كده. طيب عندنا بعض الملاحظات ان المنحه دي مش محتاجه منك شهاده لغه انجليزيه خالص. طبعا يجب انك تكون على معرفه باللغه الانجليزيه عشان تعرف تتواصل مع طلاب وتعرف يعني تفهم الشرح المحاضرات وما الى ذلك، ولكن مش بيطلبوا شهاده لغه انجليزيه، تمام كده. طيب عندنا كمان بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي اوراق بسيطه مش معقده. بيطلب منك بيان درجات، تمام، للمؤهل الدراسي الحالي بتاعك. يعني مثلا لو انت طالب في المرحله الاعداديه مثلا في سنه ثالثه اعدادي مثلا، بتجيب بيان درجات السنه اللي قبلها، بتجيب اخر بيان درجات انت حصلت عليه. لو انت مثلا في اخر سنه من الثانويه العامه بتجيب شهاده السنه اللي قبلها، يعني انت بتجيب بيان درجات للمرحله الدراسيه بتاعتك يعني السابقه، تمام. طيب كمان مطلوب تاني حاجه السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك ترفقه. مطلوب تعمل خطاب نيه، في مقالات في المنحه دي لازم تكتبها بعنايه. كمان مطلوب خطاب توصيه واحد على الاقل ترفقه، تمام. دي بالنسبه للاوراق. ولو عندك طبعا اي شهادات اضافيه، تطوع، كورسات، ما الى ذلك، ممكن تضيفها، بتساعد ايضا على تقويه الطلب الخاص بيك. بالنسبه بقى لاخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 30 ابريل 2021، ده اخر ميعاد. طيب بالنسبه لموعد بدء الكورس ده او موعد بدء دراسه هذا التدريب، ده بيعتمد على حسب ما انت عايز. يعني بيكون في تقويم، تمام، او تايم لاين لبدء التدريب ده، بيبدا من شهر يونيو. بتقدر تختار في ابلكيشن التقديم اللي هنشوفه بعد شويه، بتقدر تختار مواعيد التدريب اللي انت عايز تاخده، بتبدا من امتى لحد امتى، والتخصص كمان بتختار التخصص اللي انت عايزه، تمام كده. طيب
كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين بنسبه 100%. كمان بنوفر خدمه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. بنوفر كمان خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات الاونلاين. ولو عايز اي خدمه من هذه الخدمات بتلاقي رابط جميع الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه دي وكيفيه التقديم. وهنا ده الموقع الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا، ياريت برضو تصفحوها عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. ودي مقالة المنحة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي فرصة التدريب ممولب الكامل من جامعة تولين في أمريكا. تمام، كل التفاصيل هتلاقوها هنا، من حيث التمويل، من حيث التخصصات المتاحة، من حيث الأوراق المطلوبة، ايه هو آخر ميعاد للتقديم. وأيضا هنا هتلاقوا كمان خدماتنا الإضافية، وهنا رابط الخدمات الإضافية لو حابين تطلعوا عليها. تمام، طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه والتقديم ليها. تمام، هيفتح معانا الاعلان الرسمي بهذا الشكل، وهتلاقوا فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها. تمام، وهيفتح معانا من موقع الجامعه نفسها اللي هي جامعه تويلين. فهنا بيوضح لك ان اسم البرنامج ده اللي هو البري كوليدج سمر بروجرام ابلكيشن فور ستودنتس. تمام، ان ده هو الابلكيشن الخاص بالبري كوليدج سمر من جامعه تويلين. وهنا الاول انت لازم تعمل تسجيل مبدئي او تعمل ريجستريشن للاكونت بتاعك الاول على موقع الجامعه. تمام، فهنا قبل ما تدخل بقى للاكونت بشكل رسمي وتحط بقى الاوراق بتاعتك وتكتب المقالات المطلوبه والتوصيات وما الى ذلك، لازم الاول تسجل اكونت. فهنا بتحط اسمك، اسم العائله، تمام، والميدل نيم، بتحط الايميل بتاعك، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، والجندر بتاعك، بتحط معلومات الوالدين، والدتك ووالدك. تمام، وهنا بيسألوك هل مثلا تعرف حد قريبك مثلا شغال في هذه الجامعة او بيعمل في هذه الجامعة ما الى ذلك، او تخرج من هذه الجامعة، فبتختار يس او نوع على حسب. تمام، وبعدين بتضغط كلمة سبميت. بعد لما بتضغط كلمة سبميت بيوصلك زي كده المعلومات بتاعة تسجيل الدخول بتاعك على الايميل بتاعك، الايميل اللي انت حطيته هنا بيوصلك عليه البيانات، الدخول، الايميل، والباسورد اللي انت تستخدمهم للدخول للابلكيشن. تمام، طيب عشان احنا ندخل بقى للابلكيشن بعد لما عملنا الريجستريشن ده وندخل للابلكيشن نعمل ايه؟ هنرجع تاني للمقاله هنا ونضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معانا اللي هو الابلكيشن بورتال اللي هو الخاص باللوجن لكل بروفايل. تمام، طيب هيفتح معانا بالشكل ده. فانت المطلوب منك هنا انك تحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد وتعمل لوجن. فانا هحط الايميل بتاعي، هكتب الباسورد بتاعي. تمام، وبعدين هضغط على كلمه لوجن عشان يدخل معايا للابلكيشن. تمام كده، يبقى انت اللينك بيوصلك على الايميل، وبعدين بتدخل للابلكيشن بورتال وبتحط الايميل والباسورد بتاعك، وبعد كده الابلكيشن بيفتح معاك عادي بدون اي مشكله خالص. فهنا الابلكيشن هيفتح معايا زي ما هتشوفوا. تمام، ده الابلكيشن بتاعي. طيب المفروض انت اول حاجه بتروح لكلمه هوم دي. تمام، اللي هو بقى الاشياء الرئيسيه عن الابلكيشن، ان بيقول لك هنا انك عامل ابلكيشن بروجرس ان بروجرس. فانت اول ما بتفتح الابلكيشن بيظهر معاك بالشكل ده، فتروح ضغط على كلمه سمر. تمام، وتعمل اوبن ابلكيشن عشان يفتح معاك. تمام كده، اول لما الابلكيشن هيفتح معايا هيفتح معايا بالشكل ده. دي يعني الاشياء المطلوبه داخل الابلكيشن انك تملاها. اول حاجه اللي هو المعلومات الشخصيه بتاعتك، طبعا هتلاقي فيه معلومات مكتوبه على حسب ما انت ضفتها سابقا عند الريجستريشن. تمام، هتكمل بقى انت باقي المعلومات الاضافيه اللي هي سيتيزنشيب انفورميشن. هنا بيسالك بعض الاسئله فبتجاوب عليها. تمام، انت من حيث مثلا الريجاردلس بتاعك ايه، بتحطه هنا. تمام، طيب بعد كده بتخش على الكورس ريفيو، ايه هو البرنامج اللي انت عايز تدرسه او التخصص اللي انت ناوي تاخد فيه الكورس ده. تمام كده، فهيفتح معانا دلوقتي جميع التخصصات المتاحة وانت بتختار ايه التخصص وايه الميعاد اللي انت عايز تبدأ فيه. يعني هنا بيقول لك مثلا من 28 جون ل 9 يوليو اللي هو السيشن ده، بتختار طبعا الفيرست تشويز والسكند تشويز، وبتختار انت عايز ايه، ده او ده، التخصص ده او ده. تمام، في من جولاي، تمام، من 12 لحد 23 جولاي. فهنا عندنا تخصصات كتيرة جدا، فيرست تشويز والسكند تشويز، بتقدر برضو تختار منه. تمام كده، طيب هنا ده بالنسبة للميعاد. وزي ما احنا قلنا ان الناس اللي بيتم قبولهم في هذا الكورس اونلاين السنة اللي بعدها ان شاء الله بيتيح ليهم الذهاب لامريكا وحضور هذا الكورس بشكل عملي. وكمان طلاب الثانوية العامة اللي في السنة الاخيرة بيقدروا ان هم يحصلوا على منحة دراسية في هذه الجامعة كمان لدراسة البكالوريوس. تمام كده، طيب
نخش بعد كده على الجزء اللي بعده اللي هو الإديوكيشن، وهنا خلفيتك التعليمية السابقة أو الحالية. يعني مثلا أنت بتدرس إيه حاليا؟ بتدرس في الثانوية العامة، يبقى تحط اسم المدرسة اللي أنت بتدرس فيها. بتدرس في المرحلة الإعدادية، بتحط اسم المدرسة ومعلوماتها، تمام؟ وتحط بيان الدرجات، بتجيب بيان درجات لآخر سنة، آخر بيان درجات عندك بتحطه هنا على أساس يعني إنك مقيد في هذه المدرسة، وعلى أساس درجاتك يعني بيشوفوا الدرجات بتاعتك وما إلى ذلك، تمام؟ طيب بعد كده في حاجة اسمها الإساي اللي هو المقالات، تمام؟ في الجزء ده هو بيسألك يعني ليه حابب تنضم لهذا التخصص، وليه اخترته، وليه حابب تنضم لهذه الجامعة، فبتكتب المقالة دي هنا. ولو عندك أي معلومات إضافية عايز تضيفها ممكن تعمل ملف بي دي اف وتكتب فيه كل حاجة، تعمل ملف وورد وتكتب فيه كل الأشياء وبعدين تعمله بي دي اف وترفقه هنا، تمام؟ طيب بعد كده ريكومنديشنز، مطلوب تضيف على الأقل يعني شخص واحد للتوصية، تمام؟ تحطه أستاذ عندك مثلا، شخص تبع تدريب أنت أخدته سابقا في دولتك، يعني بتقدر إنك تضيف ريكومندر هنا، تمام؟ تحط تعمل أد ريكومندر وبيظهر لك المعلومات اللي طالبينها لكل ريكومندر، تمام كده؟ طيب بعد كده الفنانشال ايد اللي هي التمويل اللي هم بيقدموه لك، وزي ما احنا قلنا ان المنحه دي هذه السنه هتكون في شكل اونلاين فقط، تمام؟ لان طبعا نظرا للظروف الحاليه، ولكن السنه اللي بعدها بيتم يعني السفر عادي مفيش مشكله، و يعني الطلاب اللي في اخر سنه من الثانويه العامه بيحصلوا على منحه دراسيه. فهنا بيوضح لك ان المنحه الدراسيه دي يعني بتكون شامله اشياء كتير جدا، تمام؟ وهنا بيقول لك هل انت عايز تملك منحه دراسيه اللي هي الفينانشال ايد، يعني تمويل دراسي ولا لا، او مساعده في التمويل ولا لا. فانت بتختار يس او نو، تمام؟ على حسب انت عايز تمويل بتختار يس، مش عايز خلاص بتختار نو، تمام؟ بعد كده هنا بيسالك في الجزء ده عن يعني بعض الاشياء عنك، هل انت ارتكبت اي جريمه في بلدك قبل كده، هل الكريمنال ريكورد بتاعك صافي، ما بشخص انت ملتزم في بلدك، ما عملتش اي مشاغبات او مثل هذه الاشياء، فبتختار طبعا انك يعني ما عملتش اي حاجه من هذه الاشياء. بعد كده في الجزء الاخير حاجه اسمها السيجنتشر اللي هو انت بقى مليت كل سيكشن من دول، فبتيجي في الجزء الاخير الامضاء بتاعتك، انك بتحط اسمك، تمام؟ هنا بهذا الشكل بتكتبه بس وخلاص، وبعد كده بتعمل كونفيرم، وبعد كده يبقى انت مليت الابلكيشن بكل سهوله، تعمل ريفيو، بتراجع الابلكيشن كل المعلومات اللي انت حطيتها، وبعد كده الزرار بتاع سبميت او زر السبميت بتلاقيه موجود، بتضغط عليه ويبقى انت كده ارسلت الابلكيشن بتاعك بنجاح للمنحه، تمام كده؟ فكده شرحنا كل تفاصيل المنحه وكيفيه التقديم. ما تنسوش اخر ميعاد 30 ابريل 2021، ما تنسوش خدماتنا الاضافيه اللي احنا بنقدمها، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه التقديم على اي فرصه منحه، وخدمه تجهيز الاوراق، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايزين اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي روابط خدماتنا هنا وايضا في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.